السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: قمع الحريات ومصير أصحاب الرأي في العراق. مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. بالبداية مشاهدينا، تعتبر حرية الرأي والتعبير مادة ثابتة وردت في جميع دساتير الدولة العراقية منذ أول دستور في عام 1925 ولغاية دستور الاحتلال الأمريكي للعراق، والذي كتب بعجالة كما تؤكد شخصيات تتواجد اليوم ضمن العملية السياسية بل وتتزعمها. وبالرغم من إقرار القوانين المعنية بالحريات الشخصية والجماعية، إلا أنها كانت ولا تزال حبرا على ورق ولغايات الاستهلاك الإعلامي كما يرى كثير من المراقبين للشأن العراقي، إذ لا يمكن وضع حرية التعبير عن الرأي في مكان واحد مع السلاح المنتشر في العراق والذي يقدر بأكثر من 15 مليون قطعة سلاح خارج سلطة الدولة، هذا بخلاف الأسلحة الثقيلة. وبالرغم من ادعاء وجود الديمقراطية، إلا أن الشواهد كثيرة على انعدام هذا المفهوم، بل ثبت ما هو عكسه في كثير من اللحظات. فالاغتيالات والقتل في الشوارع لأسباب طائفية أو عرقية أو بدوافع أخرى تؤكد انعدام مفهوم الحريات في العراق. فلا يمكن اليوم لأي عراقي لا يحظى بحماية حزب أو ميليشيا أن ينتقد أي شخصية سياسية تمتلك فصيلا مسلحا، لأنه يعرف بأن عواقب هذا الانتقاد ستكون وخيمة، حتى لو كان انتقاده مبني على حقائق ملموسة ويعلمها الجميع. اليوم مشاهدينا الكرام، نناقش أزمة انعدام الحريات وحقوق التعبير عن الرأي في العراق، ولماذا يتم تصفية أصحاب الرأي أو إخفائهم أو تسخير القضاء للنيل منهم، طالما ترفع الأحزاب والحكومات المتعاقبة شعار الديمقراطية، وطالما كانت حرية التعبير مادة ثابتة في الدستور الذي صاغته أيديهم. مشاهدينا، هذا ما سنناقشه في حلقة هذا الأسبوع. ننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء الرأي بشأن انعدام الحريات في العراق. ما الأسباب التي قادت إلى غياب حريات الرأي والتعبير، وكذلك محاربتها من قبل السلطات التي حكمت ولا تزال تحكم العراق، وأيضا كيف يمكن للإنسان أن يحظى بحقوقه في الوقت الذي يقمع كل ما يطالب بها عن طريق التظاهر السلمي أو ممارسة أي نشاط كفله هذا الدستور. دعونا الآن نتابع التقرير الذي يناقش قضية الانفلات الأمني والنزاعات العشائرية وفقدان السيطرة الحكومية على الملف الأمني في العراق. هذه النقطة مشاهدينا تؤثر تأثيرا سلبيا على الحريات وعلى مفهوم الديمقراطية التي تدعي أحزاب السلطة وجودها في العراق، والتي أيضا تفند فكرة وجود حريات الرأي والتعبير، لأن الصراعات المسلحة هي التي تكمم الأفواه اليوم في العراق، هي التي قوة السلاح طبعا هي التي تكمم الأفواه اليوم في العراق، هي التي تحظر التعبير عن الرأي أو قول أي جملة أو كلمة مضادة لكل التوجهات التي تفرضها أحزاب السلطة على عامة الشعب. دعونا نتابع هذا التقرير الذي يناقش قضية الانفلات الأمني، ثم نعود لنكمل مع حضراتكم. هذه ليست غزة أو إحدى مناطق الحرب المشتعلة في أوكرانيا، بل محافظة ذي قار، وتحديدا في قضاء الإصلاح الذي شهد ليلة دامية خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة. فجأة ومن دون سابق إنذار، اشتباكات عشائرية بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين آل رميض وآل عمر، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، من بينهم مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار عزيز شلال جهل، عقب توجهه ضمن قوة أمنية بهدف السيطرة على النزاع العنيف الذي تسبب بحرق منازل سكنية.
أما عن الأسباب التي أشعلت فتيل هذا الاشتباك فتعود بحسب مصادر محلية إلى تنافس العشيرتين على مناصب إدارية وحكومية داخل المحافظة. هذا التنافس وقف عائقاً أمام جميع محاولات التدخل لرأب صدع الخلافات بينهما. على الضفة الأخرى، توعدت السلطات الحكومية طرفي النزاع بالمحاسبة والمساءلة القانونية، وشرعت بعملية تفتيش واسعة نجم عنها اعتقال بعض المتورطين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في العراق. بيد أن الأوضاع في ذي قار التي شهدت أكثر من 180 نزاعا عشائريا خلال العام الماضي ما زالت خارج السيطرة، إذ تؤكد مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة أن السلطات الحكومية فشلت بشكل ذريع بطي ملف النزاعات بين العشائر التي تمتلك جميع أنواع السلاح، لا سيما أن أفراد هذه العشائر هم قادة أجهزة أمنية وبعضهم لديه مناصب سياسية مهمة. وبعيدا عن صخب الدعاية الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، ما زال سلاح الميليشيات المنفلت واستمرار تجارة وتهريب الأسلحة عبر الحدود تشكل أبرز عوامل التدهور الأمني في العراق، وهو ما ينذر كما يرى مراقبون بتكرار مشاهد الحرب التي شهدها قضاء الإصلاح وبقاء صوت أزيز الرصاص الذي يطارد العراقيين كشبح جاثم لا يفارقهم. هذا السلاح اللي شفتوه مشاهدينا الكرام وشاهدتوا كمية الأسلحة التي فقط في هذا التقرير الذي عرض عبر شاشة قناة الرافدين، كم الأسلحة الذي يمتلكه أو تمتلكه هذه العشائر في وسط وجنوب العراق، وكمية الأسلحة التي هي خارج سلطة الدولة والحكومات المتعاقبة التي وعدت بحصر السلاح بيدها، فقدت السيطرة منذ فترة طويلة جدا على الوضع الأمني في العراق بسبب الأسلحة التي تصل ترسانة بعض العشائر لما يفوق القدرات الأمنية في نفس المحافظة. يعني تخيلوا أن تمتلك عشيرة معينة أسلحة متوسطة خفيفة متوسطة وثقيلة تفوق الإمكانيات العسكرية للقوات الأمنية، وبالتالي السؤال هو كيف يمكن للقوات الأمنية أن تتصدى لهذا الانفلات الأمني، أن تتصدى لهذه العشائر، أن تحاول أن تفرض قوتها على المنطقة إن كانت هي أضعف بالإمكانيات العسكرية وبالتسليح من إحدى العشائر أو مجموعة عشائر أو العشائر عامة في تلك المحافظة. النقطة الثانية التي أيضا نرغب ب يعني ربما الحصول على إجابة قد تقنع المشاهد بخصوص الأسلحة الموجودة، هل يمكن أن تلتقي الحريات ومفهوم الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بالأسلحة المتنوعة التي يحظى بها كثير من أفراد الشعب العراقي، التي تحظى بها هذه العشائر التي تمتلكها ميليشيات اليوم؟ إذا انتقدت شخصية سياسية أو شخصية حزبية أو حتى دينية، من المفترض بالطبيعة، يعني من الناحية النظرية وفقا للترويج المستمر من قبل أحزاب السلطة لمفهوم الديمقراطية، أنك لا تخشى على نفسك وعلى حياتك أو أسرتك أو أعمالك إن انتقدت حالة سلبية أو انتقدت شخصا يعني عليه ملاحظات. لكن في العراق اليوم هناك كثير من التهديدات، هناك الكثير من الضغوطات التي يتعرض لها كل من يعبر عن رأيه بطريقة كفلها له الدستور، وأيضا لا توجد فيها أي تجاوزات لفظية شخصية وغيرها، بل هي انتقاد حالة أو انتقاد سياسة. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام للإجابة على هذه التساؤلات التي نطرحها. هل يمكن التقاء حريات الرأي والتعبير ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع الأسلحة الموجودة والاغتيالات المستمرة والانفلات الأمني الذي يشهده العراق؟ معنا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم راح أتحدث، أنا اليوم راح أتحدث كناشط في مجال حقوق الإنسان منذ عام 95. نعم. وأريد أخاطب من يحكم العراق من عام 2003 ولحد الآن. إذا كنتم دولة
او حكومه، بس اسمح لي اعدي فتفكرتين. لا لا خذ راحتك، انا ما مقاطعك، خذ راحتك. الله يسلمك استاذ محمد. فاذا كنتم دوله او حكومه فانه اكيد عندكم دستور، لان انا صار اليومين متالم على هاي الطالبه اللي فصلوها واعتقلوا عائلتها لان حاطه صوره صدام حسين. انا هاي علمتني جدا، يعني علمتني وخلتني اتكلم عن موضوع جدا مهم، انه في دستوركم الماده السابعه تنص على انه يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصريه او الارهاب او التكفير، ولم يتم ذكر انه من يتبنى او من ينشر لصدام حسين. معناته اول حاجه انتم خالفتم الدستور في اعتقالكم لهذه البنت واهلها. ثاني حاجه الماده 15 تقول لكل فرد الحق في الحياه والامن والحريه. لا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون. يعني انتم اذا صدق دوله او حكومه هذا دستوركم، اذا انتم خالفتوا دستوركم. نعم. فاذا اذا انتم ما ممكن ان اصنفكم انا ضمن دوله او حكومه، اصنفكم ضمن عصابه. فالعصابه تعمل كما يعمل الان في العراق، سلاح منفلت. اضافه الى انه اكو نقطه جدا مهمه استاذ محمد. نعم. هم هاي الميليشيات قاعدين يسلموا السلاحيه والعشائر، حتى اللي يردون يخلصون من عنده يخلصون من عنده من خلال هؤلاء بحجة نعم. انه الدولة والله احنا ما لنا علاقة لا جهة تنفيذية ولا اي جهة دخلت. هذا هاي السياسة هي تعود بالنهاية بالمسؤولية على الحكومة، على القائد العام للقوات المسلحة، على الوزراء، على البرلمانيين. يعني من يعتقد بأنه يستطيع تمرير هذه الجرائم عن طريق قنوات غير قانونية وغير رسمية وغير معترف بها فهو حقيقة يعني يحاول أن يضحك على نفسه. يعني بالنهاية الإنسان عندما يرى انفلاتا أمنيا في منطقة أو تهديد معين موجود هو بالنهاية سيوجه أصابع الاتهام والمسؤولية للحكومة. يعني الحكومة من أين تريد أن تهرب من المسؤولية؟ يعني من تحديدا؟ محمد أنا صنفت لك إياها، لو كانوا حكومة فعندهم دستور، هم ماذا يعملون بالدستور؟ هم مخالفين للدستور اللي هم وضعوه. إذن هم عصابة والعصابة تفعل أي شيء تريد. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. معنا السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. حضرتك مساء الخير للجمهور. مساء النور. حياك الله أستاذ محمد. كل مواد اللي تسمى بمواد حرية التعبير أو الحرية في الدستور العراقي هي وحدة ناقضة الثانية. يعني الدستور من وضع لمقاسات الأحزاب الشيعية ولمقاسات الأحزاب الكردية. وبغياب ما يسمى اللي هم يسمونه الشخصيات السياسية السنية اللي هي يعني على أساسها تمثل أهل السنة، لكن لا الأحزاب الشيعية ولا الكردية ولا السنية تمثل الشعب العراقي. ثانيا يعني شنو الحرية اللي يعني يفيدها بالعراق؟ يعني حرية التعبير أكثر من شخص من يطلع على التلفزيون هم محللين سياسيين وينتقد سياسة وزير أو سياسة رئيس حزب أو سياسة رئيس وزراء يأخذون يذبونه بالسجن. يعني وشنو والله لا ليش يقولون أكو عملية ديمقراطية وتتبنى فكرة المعارضة وحرية الرأي والتعبير هو حق مكفول كفله الدستور؟ طيب يعني إذا كانت هذه هي الشعارات التي ترفعها هذه الأحزاب، طيب أين التطبيق؟ أين التطبيق على أرض الواقع؟ التطبيق ما هو اسم الديمقراطية والحرية ما يسمى بالحرية هذا كله ديمقراطية والانتخابات لحد لما تخلي الورقة بالصندوق بعد ما لك دخل فيها، لأن ما مرة ولا حكومة من 2003 أو من 2005 مرت على العراق ما مثلت الحكومة أصوات الناخبين. الحريات هي بس مكتوب على ورق، والدليل أنتم اليوم. انتم ليش اليوم تبثون من تركيا؟ ليش ما انتم عراقيين تبثون من وطنكم؟ وما انتم يعني ما انت ما جاي تسب احد، انت تنتقد سلوك شخص تصدى للمسؤوليه وصار هو مسؤول. يعني انت ما جاي تسب شخص، انت تسب يعني ولا تنتقد شخص اسمه يعني فلان. انت حضرتك فتحت موضوع مهم، الرافدين لما انتقدت فجروا مبنى القناة في بغداد. النقطة اللي اريد اسالها واربطها بما تفضلت، السلاح الموجود اليوم في العراق اللي يقوض الحريات واللي يكمم الأفواه واللي يقمع كل من يطالب بحق مشروع في هذا البلد، وكم من رئيس حكومة وعد بحصر السلاح بيد الدولة؟ بل اليوم حكومة السوداني اللي طرحت مشروع شراء الأسلحة من المواطنين ومن العشائر، النائب سجاد سالم يقول هاي الحملات اللي تقول الحكومة أنه هي لحصر السلاح
هي غير مجدية. هذا نائب برلماني يرى بأن الحملات اللي تروج لها الحكومة، حكومة السوداني، بعملية حصر السلاح عن طريق شراء الأسلحة قدر المستطاع، تمام، ومحاولة سحبها من أيدي المواطنين، هي غير مجدية من وجهة نظر نائب برلماني. طيب الحكومة نفسها لم تضع إلى الآن خطة حقيقية ناجعة لمحاربة السلاح المنفلت، شلون يمكن أن تحافظ على حياة الناس وتحميهم من هذه الميليشيات وتحفظ للعراقيين أمنهم وأمانهم في البلد؟ أستاذ محمد، أنت تتكلم عن حكومة تحكم بلد. الميليشيات الموجودة هذه هي أساسا موجودة لحماية النظام اللي تحكم الأحزاب. ثانيا احنا لغة يعني نتكلم العربي لغة العربية، هناك فرق بين سحب السلاح المنفلت من الأشخاص وبين حصر السلاح بيد الدولة. يعني اليوم ما يسمى بالحشد الشعبي أو هيئة الحشد الشعبي اليوم تضم الميليشيات اللي نفسها هي تقتل العراقيين وتكمم أفواه الصحفيين والناس المعبرين عن الرأي. إذا اليوم ما يسمى سحب السلاح بيد الدولة هذه كذبة هم ابتدعوها وكلامهم صحيح. يعني أسحبه من عندك أنت حتى ما تدافع عن نفسك وسحبه من المواطن الآخر وانطيني الميليشيات اللي هي من ضمن هيئة الحشد الشعبي. كلام سليم وجميل. أنا بس أريد أسأل سؤال أخير هنا، بعد كل هذه السلبيات اللي دنا نسمعها بشكل مستمر والانتقادات اللي أو السلبيات المستمرة اللي دا نسمعها، ليش دا يستكثرون على المواطن الانتقاد؟ يعني اليوم المواطن العراقي دا يشوف أكو غلاء بالأسعار، دا يشوف أكو أزمات اقتصادية، دا يشوف أكو أزمات في قطاع التعليم بالصحة، دا يشوف أنه أكو أزمة كارثة هي حقيقة بالملف الأمني وانتشار الميليشيات والفوضى بين العشائر وغيرها. كل هاي الأمور والضغوطات اللي دي تمارس على المواطن العراقي واللي دي يعيشها، ويستكثرون على الإنسان أن ينتقد، أن يعبر عن رأيه برفض هاي العملية السياسية، بمقاطعتها بالانتخابات، بالترويج إلى اجتثاث هاي الحكومات. يعني ليش يستكثرون على الإنسان حتى الكلمة؟ لأن هم سيد محمد، أولا هم ولا هم مول العراق، ثانيا هم عايشين لحد الان انه هم اللي سقطوا نظام صدام حسين، مع انه سقط نظام صدام حسين امريكا، وهم هم عايشين بدور ان احنا اصحاب منيه على الشعب لان احنا اللي عيشناكم، احنا ندير الحكومه، ماكو احد يدير له. لو ملاحظ ان يقول انتم تعبوا الاحزاب، خلوا الشباب هو اللي يحكم، يقول لك لا راح تصير فوضى، راح تصير قتل بالشوارع، راح تصير سلاح منفلت واحد يقتل الثاني. ليش هسه ما شاء الله الحياه ورديه يعني في زمنهم؟ هم يقول لك ايه يعني مكثرين لك المولات والكافيهات وضوء بالشارع، يقول لك شوف انت عايش بامان. هم مشددين كذبه ومصدقينها. شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط، اشكر حضرتك للمشاركه. هل المراكز التجاريه من مولات وغيرها واماكن تسوق والكافيهات والمطاعم هي دليل على الامان مثلا، او دليل على الحاله الاقتصاديه المنتعشه للمواطن مثلا، او دليل على الرخاء اللي دي يعيشه الانسان في اي مكان؟ يعني هل المعايير او المقاييس لوجود مراكز تجاريه او اماكن ترفيهيه باي مكان في العالم هي تعكس الازدهار والاستقرار للمواطن؟ خلونا نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد الله يسعدك. حياك الله، أهلا وسهلا أبو. أستاذي، من يقول لك رفاهية ومولات ومكانات يسموه، لا إحنا هسه قمنا نحن على وقت الحصار. وقت الحصار كان احترام بين العشائر، احترام بين الأفراد، يعني أكو رحمة، أكو مودة بين الناس، نصلح مع ناس تشيل ناس. هسه صار هذا بهذا الوقت بهاي الحكومة، إحنا نقول حكومة بس هي مو حكومة. حكومة اللي تحكمنا ناس حرامية، ناس ميليشيات، ناس قذرة. ناس قذرة. يعني من تيجي تقيس والله سلاح منفلت، يعني السلاح المنفلت أنت تيجي تحاسبني على السلاح، خلينا نقول مثلا أنا قاعد بتشول، عندي غنم، عندي حلال، عندي من كل شيء. يعني أنت تحاسبني على قطعة سلاح، وقت سلاح منفلت، مخدرات حطها على البلاد، وأشكال الشيء حطها على البلاد. هذا ما تحاسبه، تيجي تحاسب للمواطن الفقير. وين صاير هاي بيا وقت؟ يعني الخطوات خطوات الـ يعني معالجة الأزمات في العراق هي مدى تنفذ وفق آلية مدروسة. يعني احنا لما بدنا نتكلم مثل ما تفضلت على حصر السلاح بيد الدولة أو ملاحقة من يحملون الأسلحة، الحكومة ليش بدنا نشوفها تتوجه إلى اللي ما عنده ظهر وسند،
اللي ما منتمي الى حزب، اللي ما تسنده ميليشيا او عشيره قويه. وهذا شيء دل، هذا شيء دل ابو عبد الله، هذا يدل ولاهم لايران. هم شو هسه اخونا هذا من يقول لك، يقول لك من جينا احنا حررناكم من صدام. والله لو من الامريكان ماكو انت ما تقدر تحرر، ما تقدر تطير بعوضه بالعراق. انت كان هسه دايح حش السامح ماكو، قول له دايح انت ماكو وين بالزبل مال امريكا وغير امريكا ماكو بالدول الجوار تشحد. وجاني يقول لك انا سياسي، وكثير غيرهم ماكو بالعراق يقول لك انا سياسي وانا كنت معارض واني واني. يعني هذا الحكي خلي يولي. يعني احنا هاي كلها شفناها، يعني كانوا معارضين ومارسوا المعارضه من وجهه نظرهم ان هم معارضين ومقاومين وغيرها من هاي التوصيفات. مارسوا المعارضه ويعرفون المفروض شنو معناته انه الانسان يعارض حاله سلبيه او يعارض عمليه سياسيه او يعارض شخصيه سياسيه او حزبيه. يعني هم المفروض يتفهمون الانسان المواطن العراقي الناقم على الوضع العام في البلد اللي رافض للعمليه السياسيه بسبب فشلها، المفروض يقدرون ويتفهمون، لان هم مارسوا نفس الدور او كانوا في نفس المكان قبل 2003. طيب ليش يستكثرون اليوم على الانسان انه يعبر عن رايه؟ ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي قال السوداني دا يعين قرايبه وحذف هاي التغريده، اعتقلوه بالمطار. طيب وين لعد حريه التعبير عن الراي؟ وين الدستور هذا اللي صدعته العراقيين به؟ ماكو هذا الدستور بس لهم استاذ العزيز. يعني هسه اقول لك احنا يعني ماكو غريبين عن البلد. هسه مدير دائره يعني بتجي الدوائر كل من وربعه، كل من وربعه، اي ابسط دائره، ابسط دائره باي قضاء باي محافظه ماكو، من تجي تقيسها كل من وربعه، كل من والحاشيه مالته، ومن تجي تقيسها ماكو مسنود لو على الحلبوسي لو على غير الحلبوسي لو على شعلان كريم. يعني من تجي تقيسها كل من مسنود على حزب. يعني لما كانوا معارضين، لما كانوا معارضين في دول اوروبا وفي امريكا استراليا، لما راحوا حتى دول عربيه، لما كانوا يعبرون عن رايهم ما كانوا يقمعون. ليش دا يقمعون العالم اليوم؟ ليش مسلطين هاي الآلة القمعية، آلة القتل والدمار على رقاب العراقيين؟ استاذ العزيز هذول مو معارضة، مو معارضة. كل ما يقول معارضة يقول متوهم. هذول مو معارضة استاذ العزيز. انت عارف انت كنت معارض ذاك النظام غير على راسنا مختلفين. يعني سولفت شنو بذاك الوقت؟ انت قاعد برا وسولف برا، لا تعال هنا بالعراق. اللي طبقته شنو؟ اللي طبقته شنو من سوالفك؟ اطبق شغلات على الطبقه الفقيره قلت لك. نعم. وعلى الناس مو مسنوده من اي حزب من اي جهه. طيب. من اي جهه. نعم. يطبقها علي، يعني يجي على الاستاذ محمد يطبقها على الاستاذ محمد، يطبقها علي يعني ابو عبد الله صلاح الدين. يعني هاي فرد مهزله ونهايتها ما ادري الا بقدره قادر. يعني لو نخلص من عندهم غير اول شيء يصلح بالعراق نخلص من هاي الفئه القذره. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين، وصلت الفكرة. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يحييكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، طبعا دول اللي عارضهم يعني يقولهم عمي كافي بوب كافي نهيب. أساس كنت قبل شوية كنت طالع بلايف سامع جماعة مع لايف. نعم. يعني تصور بالسجون يتعاملون مع الناس، يعني ماكو شي معامله عمي، ماكو شي معامله زين. يعني حتى يعني اكل ما يعطوه الا ما يدفع فلوس. يدفع فلوس يعني بالسجن يدفع فلوس. اللي يعارضهم طبعا يعتبروه يقولوا له انت بعثي، انت فدامي، انت امريكي، انت ماسوني، انت يابا صاركم 21 سنه. نعم. مو كافي بوب، مو كافي نهيب، ما اشبعتوا. ادري هو هذا حكم 90 فصيل، 90 ميليشيا ارهابيه تحكم، هو هذا حكم. لك عمي روحوا اقروا التاريخ الحكومات، روحوا شوفوا الحكومات شلون جاي تحكم. ما جئتهم انا ما, ما, ما يعني والله العظيم. يعني اليوم لما تنتقد يطلعوك مندس ابن السفاره، العميل البعث الصدامي التكفيري الإرهابي الداعشي القاعدي، كلهن جاهزات ومفصلات على مقاس أي واحد ينتقد العملية السياسية. طيب أنتوا لما تريدون الناس تظل تمدح بيكم وتمجد بيكم غير عن طريق منجزات،
شنو هي المنجزات اللي قدمتها هذه الأحزاب للعراق حتى الناس تقول أي والله بارك الله بيكم أنتم ناس تستحقون تنشالون على الرأس؟ إيه طبعاً هم أحسن. يلا إحنا نريد نمدح فيكم. بشنو نمدح فيكم؟ نعم. هنا إنجاز واحد، إنجاز واحد. لا بنيتوا مستشفى، لا بنيتوا مدرسة، لا بنيتوا شارع، لا شنو؟ راح أقول لك، راح أقول لك إنجاز، راح أقول لك إنجاز. الإنجاز الوحيد اللي يردون به على أي واحد ينتقد فشلهم وإخفاقهم اللي هو إحنا حررنا العراق من الإرهاب. أخي الإرهاب هم سووه. الإرهاب هم سووه. مسرحية داعش هم سووها. هم سووها، هم فعلوها. إيران سوت داعش ومسرحية داعش وبواسطة المالكي وغير المالكي، هي هاي لا أكثر ولا أقل. يا تحرير العراق، زين انتم تقولون حررنا العراق من الارهاب من الداعش، يلا ايش عند هذا الحشد موجود الان؟ هاي 90 فصيل ايش عندهم موجودين؟ ليش ما يرجعون لبيوتهم عمي؟ ليش بتخلون الدوله بيد يعني الحكم بيد حكم مدني عمي؟ عمي الناس ملت منكم ومن احزابكم ومن ميليشياتكم. زين هاي المراجع اللي اطت الفتوى فتوى داعش، ليش ما تقومون انتم يا مراجع؟ ليش ما تقومون عمي؟ مو تقولون العراق تحرر من داعش؟ زين ايش عندكم باقين انتم؟ ليش ما ترجعون لبيوتكم؟ طيب انا اريد ان نسولف بها بطريقه ثانيه، نحاول نوجهها ولعل وعسى نلقى لها اجابه. ليش هذه الميليشيات اللي هي منضويه ضمن ما يعرف باسم الحشد لم تذهب لمحاربة تجار المخدرات وصانعي المخدرات داخل العراق، اللي تحول في زمن هذه الميليشيات وفي زمن هذه الأحزاب إلى أكثر من مجرد ممر، تحول إلى مستهلك وتحول إلى منتج ومصدر للمخدرات؟ لماذا هذه الميليشيات المنضوية ضمن الحشد لم تذهب لمحاربة الموبقات الموجودة في بغداد وغيرها من المفاسد الموجودة من صالات القمار وغيرها وهذه الأماكن التي تكثر بها المفاسد، وهم يدعون أنهم جهات دينية؟ لماذا هذه الميليشيات لم تسخر في سبيل تجريد العشائر من أسلحتها وكل من يعمل خارج إطار القانون وحماية المواطنين؟ ليش ماذا تتخذ هذا الدور؟ أستاذ محمد، ذول الميليشيات وعلى رأسهم الحشد هم صمامين الأمان للتجار المخدرات عمي. كل مرقص، كل ملهى، كل ما أدري شنو بالعراق هم لهم خصة بها. هم أصلا جايين المعول ها والسلاح لهدم ودمار العراق من قبل إيران. جايين دولة أدوات إيران عمي، 100,000 مرة احنا قلناها. هاي الميليشيات تابعة لإيران لإسقاط إيران وقتل أكثر عدد من الشعب العراقي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن. معنا السيد محمد من الأنبار، تفضل يا محمد حياك الله. أهلا وسهلا حبيبي، وربي يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك، كل الهلا. نعم، بخصوص نعم. الحريات في العراق تعبانة يا أخوي. وبعدين هم دمروا الشعب العراقي. هم اللي دمروا وفرقوا وجعلوا الطائفة وجعلوا كل شيء يكرهه الشعب العراقي. الشعب العراقي ما دام في العراق ما يحب العراق، خلوه يكره العراق، خلونا نهاجر، خلونا طائفية. عمي دمرونا. أنا أريد أسألك محمد، اليوم إذا نعم. إذا انتقدت شخصية سياسية حزبية أو نعم. دينية، راح تشعر بالأمان نعم. وانت قاعد في بيتك؟ لا والله لا. نعم راح يظل عندك شعور أن هم ممكن بأي لحظة يجون يأخذوك من البيت؟ عمي ماكو لا أمن ولا أمان عمي، والله واحد ما سالم الله سبحانه وتعالى هو اللي مأمننا. والله عمي اللي يتكلم ياخذوه، اللي يتكلم يروح ورا الشمس يا عمي. نعم. سيد محمد اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه ويانا. خلونا نذهب الى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم.
حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في هذا الأسبوع في هذه الحلقة من منبر الرافدين بخصوص قضية الحريات في العراق وقمعها بالآلة المضادة ألا وهي الأسلحة المنفلتة والفوضى الأمنية التي يشهدها البلد. بحسب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تم رصد وتأكيد أكثر من 50 حالة اغتيال في بغداد خلال 23 يوم فقط مشاهدينا، رصدت وبالتأكيد من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أكثر من 50 حالة اغتيال وتصفية جسدية في العاصمة بغداد. هذا رقم مرعب حقيقة، أنه خلال أقل من شهر ب 23 يوم بالتحديد أكثر من 50 حالة اغتيال، على ماذا تدلل بالضبط؟ هل تعكس الحالة الأمنية المزدهرة، الاستقرار، الأمان الذي يشعر به المواطن، الحريات المكفولة، الديمقراطية التي وعدت بها هذه الأحزاب؟ خلونا نسمع رأي السيد علاء من تركيا. تفضل يا علاء، حياك الله. كما يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا، كل الهلا، حياتي لحضرتك وإعزاز القناة، ربي يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك، حياك أستاذ محمد. أول شيء فت قصة قصيرة هالشي كله، بعدين أدخل لك موضوع في سيدة 35 سنة خدمة، ما من يعني ما منتمي إلى أي حزب ولا ميليشيا ولا المالكي ولا هل يعني من هؤلاء الناس، يعني خطية زين، وما تأخذ رشوة وما تأخذ كذا، تعرف صارت سالفة هاي الانتخابات الجديدة وما شلون وسالفة مجالس المحافظات. فهي كانت مديرة يعني مديرة دائرة، يعني تعرف الدوائر، موظفة مدنية، اي بس مديرة كانت زين، بصفة مدير. نعم، شافوها لين ما عندها ظهر زين، طلعوا روحها الى ان طلعوها تقاعد، اخذها من جماعة المالكي. نعم. زين، قاعد واحد من ذول اللي تجي عليها على ورقة توقيع تريد حاجة، يفتح لك الهذا اللي يسموه، يقول لك يلا خلينا 100 200 زين. صراحة يا أستاذ محمد، خذي وعار على ذول اللي طلعوا رؤوسنا مقاومة وكذا وهاي. زين، إجى قاني ذاك اليوم جر شواربهم كلهم، يعني بصراحة يعني صار المضحكة للشعب العراقي. جر شواربهم قال اسمع لك، إذا ما تقعدون راحة وما تمشون عدل ترى راح يضربونا، وبعدين إذا ضربونا أنتوا أبوكم يسلك، لأن الشعب طيب العراقي. عجب هسه السؤال هنا والمهم اللي حضرتك هسه فتحت هذا الموضوع، لما انتهى وجود داعش بحسب اعتراف محمد الشاع السوداني في العراق تماما، انتهى الوجود تماما لداعش، تمام، و قاآني مثل ما تفضلت، وأوامر إيران كانت واضحة بتخفيف الحدة وعلى كيفكم لأمريكا تضربنا، ماكو تخفيف الحدة. بس اسمح لي شنو التوجه؟ ماشي المبدأ أنه كفوا يدكم وابتعدوا وخلوا أمريكا، خلوا الوضع مستور. شنو هسه التوجه لهذه الأحزاب ولهذه الميليشيات؟ شنو راح يكون التوجه؟ هل راح يكون التوجه عن طريق إعادة إعمار المدن المنكوبة وإعادة النازحين؟ هل راح يكون عن طريق تنظيف العراق من المخدرات؟ شنو التوجه اللي راح يكون لهذه الميليشيات؟ يا أستاذ محمد بالله عليك، بيني وبينك هسه هذا خطية، احنا نقول ولا واحنا ما حد ما يشتري انتخاباتهم ولا هذه ديمقراطيتهم، كل هذول اللي يقول لك ديمقراطية وكذا وشغلات، قل انت مجنون، انت اكو شيء بعقلك. طيب هاي هذا الاخ هذا السلامي هذا الفقير خطيه اللي مسوي نفسه مستقل وكذا، وهاي مو سجنون، انسجن بعدين، يعني تصور، شوف شلون القضاء بيديهم وشلون يلعبون بيه وكذا، حسيتوا مو سجنتوا على اساس ما ادري ايش قال الرجال، انا اصلا ما هذا بس اليوم على السريع قبل ما اجي انتقد الفساد في وزاره التجاره رحم الله والديك زين. طيب لا تنسى التجارة، لو المالكي لو العصايب لو المصايب لو غيره، يعني المهم أي. اي فهاي القصد، هذا الشخص يعني خطيه فقير مثلا، هذا وانت قلت انسجن زين، وبعدين على اساس سوى يعني باختصار نقول اذا كان النائب البرلماني صاحب الحصانه انسجن وتم معاقبته، فما بالك بالمواطن اللي ما عنده ظهر وسند وحصانه؟ ما انت الشعب العراقي. نعم. واقسم لك بالله والله كلها تخاف، يعني تعرف ليش؟ لان يعني خطيه هالمظاهرات هاي هذا وسلميه تمام، يعني هاي ضحك عذقون، لان يعرفوا الخزعلي عنده سلاح،
أي. وهذا ابو علاء الولاء انا تدري والله قبل ما اروح يعني نعم. يا ربي اتمنى اتمنى هيك هيك اقول يا رب اتمنى ابو علاء الولاء اللي او غيره وهذا الاخ القزم شو يسموه اللي ماخذ طيب. الدوله والخزعه اللي اريدهم بكت بكت قالوا مو هسه حديث يا استاذ محمد لحظه اكو حديث انه يريد يضربون اليهود من العراق يا ربي يطيرون هالكم صاروخ هالكاتيوش هاي يطيروها ويضربوها اتمنى طيب. في سبيل حتى سبحان شكرا. الله حتى شكرا شكرا سيد شكرا سيد علاء من تركيا. تقول الفصائل هاي الميليشيات انه هي طيرت طائرات مسيرة صوب الكيان الصهيوني. اسرائيل نفت تقول حتى ما وصلتنا حتى ما نعرف شنو هاي الطائرات ولا شفناها بحياتنا. عجبا وين راحت هاي الطائرات على منو سقطت الى من كانت موجهة الله اعلم. عموما عندنا عدنان من المانيا تفضل يا عدنان حياك الله. اهلا بك استاذ محمد حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام. يعني استمعت لكل الأخوة المتدخلين في هذا الموضوع نعم. وطبعا شيء يحزن القلب فعلا لكن ما في إضافة لهذه الأمور فقط أريد أن أبين أستاذ محمد نعم. أن الغرض من الغزو الأمريكي للعراق لم يكن لجلب الديمقراطية والأمن والرخاء هذا كان شعارا كاذبا فالحقيقة اللي احنا نعرفه الوقت الحاضر هذا الذي يريدونه ان تكون فوضى هناك ميليشيات سلاح منفلت كل هالاشياء لا تهمهم ابدا نعم. يعني اسمح لي في السؤال يعني اسال نفسي اذا انا اريد ان اجيب شيء خير لاي انسان او حتى الامريكان يجيبون خير للعراق غير لازم يراقبون الاشياء اللي تصير هذه صحيح فهم اذا هذول يعني اطلقوا ايديهم يفعلوا كل شيء تزوير انتخابات ميليشيات تزويد السلاح للعصابات نعم. والمخدرات أضف إليها هذا الذي يريدونه يريدون تحطيم الشعب العراقي يا أستاذ محمد نحن كنا في خير وإلى أين يريدون أن يصلوا بهذه الضغوطات اللي يمارسوها على الناس يعني هم بالنهاية يتوقعون الناس راح تظل ساكتة إلى متى طيب سنة سنتين ثلاثة لا طبعا يعني ما يتوقعون أنه هذه الأفعال السلبية والضغوطات والانتهاكات اللي يتعرض لها المواطن ممكن بأي لحظة ينفجر بوجههم ويسحلهم بالشوارع والله أستاذ محمد أظن على أنهم مستقوين بأسيادهم ما راح يتبدل شيء نعم. ما راح يكون كل الثورات الشعبية اللي صارت يعني لما يكون اتجاهها صحيح اتجاه للعدل للخير للإسلام هذه تفشل شوف الجزائر لما بالثمانينيات كل الشعب يريد التغيير في يعني أماكن كثيرة أستاذ محمد تعرفها يعني ما حاجة أنه أعددها يعني هم هذول الذين جابوا هذه الطغمة السيئة للعراق لا يريدون تغيير فهم أنا أسأل سؤال أخير سؤال أخير يعني نعم. أغلبهم عاشوا فترات قبل الاحتلال عاشوا في دول ثانية تتمتع بنظم من الديمقراطية وهناك حريات مجال لحريات الرأي والتعبير خاصة اللي عاشوا في أوروبا وقطعا شاركوا بانتخاباتهم وقطعا ربما ما عجبهم حزب من الأحزاب الحاكمة فانتقدوه ليش يستكثرون على الإنسان العراقي في الداخل أن يبدي رفضه لسياساتهم السلبية وأخطائهم أن يعبر عن هذا الرأي بكل حرية بدون أن يتعرض إلى القمع إلى الاغتيال إلى الاعتقال وغيرها أخي العزيز هم لم يتعلموا من هذه البلدان التي كانوا فيها أبدا فاقد الشيء لا يعطيه يعني فهم جاءوا ليس للإصلاح كما قلت وإنما جاءوا لتنفيذ أجندة خاصة للدمار والخراب والفساد هذه مهمتهم هم مثل ما يقول المثل العراقي يعرف ويحرف يعني ما شافوا في أوروبا وفي عدة دول اللي كان فيها في أمريكا كيف الأنظمة وتسير الهاي لكنهم ما تعلموها والمفارقة بعد انتهاء مدتهم ومدة صلاحيتهم يرجعون لنفس البلدان اللي جوا منها ما يستقرون ويكملون في العراق نعم نعم هذا أكبر دليل على الانتماء الحقيقي اللي عندهم إبراهيم الجعفري ورا ما خلص رجع لبريطانيا
اخي العزيز هم يحنون اكثر الى تلك البلدان. صحيح. اكثر الى وطنهم. مو بس يحنون سيد عدنان، لانه بها الامان، بها الكهرباء، بها المي النظيف الصالح للشرب، بها الشوارع المعبدة. صدق. بها الحياة الكريمة، فيرجعون لهناك. نعم. الامبراطوريات. صدق. اللي أسسوها. صدق. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عدنان من ألمانيا. شنو العراق بالنسبة إلى هؤلاء؟ اليوم واحد منهم إذا يتمرض يركب طيارة ويروح على أقرب دولة حتى يتعالج. ليش؟ لأن ماكو نظام صحي بخير سووا وأسسوه. اليوم واحدهم عايش في مكان، عايش في قوقعة معينة، عايش في فقاعة معينة، هو مسويها لنفسه، حامي بها روحه، وكل اللي دي يسووه هسه دي يشتغلوه هو لما بعد للدول اللي راحوا حيستقرون بها، إن كانت أوروبا، إن كانت أستراليا، إن كانت أمريكا، إن كانت أي دولة ثانية، يأسسون لما بعد لهذه البلدان. هذه الأموال التي خرجت من العراق انخرطت واندمجت في اقتصادات دول ثانية، صار من الصعب حتى أنه تستعاد. هذا بفعل السياسات الخاطئة، الفساد، السلبيات اللي شاهدها العراقيون وعاشوها ولمسوها طيلة 20 سنة، ويستكثرون على الإنسان أن ينتقد، أن يقول أن أنتم حرامية، أنتم مجموعة من اللصوص القتلة. يستكثرون على المواطن هذا الشيء، يقولوا له لا، أنت واحد عميل مندس، أنت بعثي، أنت من أذناب النظام السابق، أنت خلايا نائمة لداعش وغيرها. طيب وأنتم ما قدمتوا الإيجابي للمواطن حتى يمدحكم ويشكركم عليه. نسمع السيدة أم ياسمين من البصرة، تفضل يا أم ياسمين. أي والله، يعني إحنا ذلينا أزيد ذلة من ذاك النظام. إحنا ما يقولون ذاك النظام، يعني أزيد هسه. يعني كشفنا أشياء، يعني أنا بالصحة أشوف الناس مرضى. نعم. يعني قدامي أروح أتراجع، يعني مثل المستشفيات أشوفهم تعبانة ما عندهم فلوس. نعم. مستشفيات كثرة الأهلية، كثرة المستشفيات الأهلية، هو الأهلية بيش يعني تروح أنت الباص ب35. نعم. والعلاج ب25 هاي القطرة. وزين الكمية، يعني الكمية هم أوقات أنا يعني تدري بطاقة مسوي لي إياها بالغلط. رحت الكمية غلط، يجيبون هذا المعجون الموزين الأشياء. وأنا أقول لك منين هاي الكمية قاعد يجيبوها، ترى هاي عن طريق البواخر، يمكن من اليمن، الله أعلم، حسب ما أنا يعني جاي أفكر أدرس. واليوم لما تطلعين، واليوم لما تطلعين أم ياسمين تنتقدين حالة سلبية تشوفيها. نعم. هل تشعرين بالأمان فيما بعد؟ بس لحظة، هل تشعرين بالأمان ويعني الاطمئنان أنه أنت ما راح تتعرضين إلى أي أذى فيما بعد؟ لا لا لا، ماكو أمان، ماكو ثقة، ماكو بالناس خالي، ثقة ماكو بالناس، لأن مجموعات صارت متكتلة واجد. نعم. كل واحد متكتل بحزبه، شنو الفايدة؟ شنو الفايدة؟ أهم شيء أنا وطنية، بلدي، أخلاقي، أدبي، احترامي للناس، لأن أشوف هذا مريض، لأن أنا بداخلي مريض ما أهتم بنفسي والله. بس من أشوف ذاك الشخص مريض وتعبان ووضعيته وجوعان، يعني أظل أنقهر. لعد كيف أنا ما حد يدري بي. يعني إيش تتصور الشبع؟ حتى العوائل المجتمعية تغيرت، يعني أنتظر الكمية، أنتظر أجيب لي لقمة آكل، أروح للكمية مو هالقد، يعني ليش؟ إحنا بس نقول حتى نربط اللي ده تتفضلين بي ويا موضوعنا، انه الحياه القاسيه الصعبه اللي دا يعيشها الانسان العراقي في الداخل دا تجبره، ودافع الوطني ايضا وحبه لهذا البلد يجبره الى انه يطالب بحق مشروع، يتظاهر، يعبر عن الراي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي اضعف الايمان صارت اليوم، ومع هذا ملاحقات مستمره لكل من يعترض، اعتقالات بدون سند قانوني ووجه حق. وإلى متى؟ إلى متى راح يظلون يضغطون على المواطن العراقي ويقمعوه ويكممون أفواههم؟ إلى متى؟ لا لا، غلط غلط. يجي يوم يعني يجي يوم يؤس الشعب، ترى هم هم الغرب دخلوا هنا، قالوا احنا نريد نوحي الشعب، شو الدول كلها تدخلت بالعراق وذلوا الشعب، أبناء الشعب. نعم. يعني أبناء الشعب هو اللي ذل قاله، واحد قام ياكل الثاني. شكرا جزيلا سيدة أم ياسمين من البصرة، نشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.